في مقابلة خاصة مع الشرق، أكد رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك على وجود اتصالات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من أجل تسوية الصراع المستمر منذ أبريل الماضي. نهاية العام الماضي في ديسمبر تواصلنا مع قائد الجيش وقائد الدعم السريع، وجدنا استجابة سريعة من قائد الدعم السريع والتقينا معه في هذه المدينة ومضينا اتفاق أو إعلان أديس أبابا، وتواصلنا وما زلنا نتواصل مع قائد الجيش ونتمنى ونطمع في أنه هو يستجيب لأننا نلتقي معه للتشاور والتفاكر في حل هذه الأزمة التي تطاولت والمتضرر منها الأساسي والمواطن السوداني. كما رجح حمدوك عقد المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة اختصارا باسم تقدم الشهر المقبل. نحن جادون في أنه يعني ينعقد هذا المؤتمر في وقت وجيز، نطمع في أنه يعني من المحتمل في الشهر القادم ينعقد المؤتمر، لكن نؤكد تماما أننا حريصين على قيام هذا المؤتمر وليست هنالك أي أسباب تحول دون ذلك سوى الحرص على التحضير الجيد لنطلع بنتائج مرجوة وتستجيب لتطلعات السودانيين. وحول الصراع في السودان، أكد رئيس الوزراء السوداني السابق أن لا حل عسكري في البلاد، مشددا على أن القمة الإفريقية أتاحت الفرصة لشرح أزمة السودان. هذه اللقاءات أتاحت فرصة لشرح القضية السودانية وتقديم تصور متكامل من تقدم لرؤيتنا لحل الأزمة السودانية، واللي هي تتلخص في أننا نعتقد جازمين ليس هنالك حلا عسكريا لهذه الأزمة. يجب أن يمر الحل بحل متفاوض عليه، يبدأ بتشاور واسع وسط السودانيين. هذا وأكد حمدوك استجابة القادة في القمة الإفريقية لمطالب دخول مساعدات إلى السودان الذي يعاني شبح المجاعة. السودان اليوم بمر بأزمة كارثية في كل شيء، لكن شبح المجاعة يخيم على كل البلاد. وصلنا لهم ذلك وطالبنا ضرورة إيصال المعونات الإنسانية للسودانيين من كل المداخل. وجدنا تجاوب كامل واستجابة من القادة الأفارقة ومن خارج القارة لهذا الطرح. الآن نقف عند تصريحات حمدوك بتحليل مع ضيفنا الذي ينضم إلينا من القاهرة السيد عطاف محمد مختار، رئيس تحرير صحيفة السوداني. أهلا بك سيد عطاف. بداية، إلى أي مدى تعتقد أن تنسيقية التقدم قادرة على قيادة وساطة فعالة فعلا بين البرهان وحمدتي؟ صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا. أنا بعتقد أنه يعني هنالك الآن خلافات كبيرة ما بين تقدم وما بين برهان والجيش السوداني. الجيش السوداني والبرهان تحديدا يتهمها بالعمالة وبالخيانة في الكثير من خطاباته الأخيرة، في آخر 3 خطابات ذكرها وكذلك ذكرها نائبه. لكن علينا أن نفرق بين تقدم وما بين دكتور عبد الله حمدوك. أعتقد هو يجد الاحترام في قطاع واسع من الشعب السوداني، أو تحديدا بالبرهان علاقته جيدة، وهذا ما ذكره الآن في مقابلتكم الحصرية. أعتقد هو سبقي صحفي كبير لقناة الشرق وللزميل العزيز خالد عويس. هو يجد الاحترام ويجد أذان صاقية من 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 البرهان، لكن المشكلة الحقيقية اللي وقعت فيه إنها مضت هذا الاتفاق الإعلان السياسي في أديس أبابا مع حميتي قبل أن تطرح هذا الاتفاق على الجيش السوداني وعلى البرهان. هذا هو المشكلة الحقيقية والخطأ الذي الاستراتيجي الذي وقعت فيه تقدم، عندما تريد لعب الوساطة أنت تطرح كل الخيارات أمام الأطراف في ذات الوقت وتدعو إلى اجتماع، أو قبل ذلك تدعو إلى إبداء الطرفان لآرائهما لهذه المذكرة أو للاتفاقية التي يود توقيعها. لكن عندما يتم توقيعها، حتى هذا الكلام الذي يقوله الكثيرون من المنضوين في أحزاب للتقدم، من مفكرينها ومن سياسيين أمثال الدكتور عبد الرحمن الغالي في
حزب الأمة القومي، لكن نذهب إلى الأمام. أنا أعتقد أنه حمدوك ممكن يركب طائرته ويأتي إلى بورسودان ويقابل البرهان على الأقل للشروع مجددا في المضي في اتفاق جدة، لأنه العملية الإنسانية التي تحدث عليها الآن أو مع القادة الأفارقة هي already يعني تم الاتفاق عليها وتم التوقيع عليها من قبل الجيش السوداني ومن قبل الدعم السريع، هنالك أيضا الخروج من الأعيان المدنية والمنازل وإيصال الإقاسات الإنسانية. اتفاق جدة هو معنون بأنه إيصال العمليات الإنسانية وإيقاف إطلاق النار وعدم التعرض للمدنيين بأي خطر الآن. أيوة، فهو مهم الناس ترجع لهذه النقطة التأسيسية وعدم نبني من جديد في حوارات وفي منابر أخرى من برجد. نعم. أي يمتلك القوى السياسية تدعمه الولايات المتحدة، السعودية لا زالت وتشكر عليها، هي الدولة تكاد الوحيدة الآن التي تمد السودان بالمعينات وبالغيثات عبر مركز الملك سلمان للإغاثات الإنسانية. لم يتوقف ولم ينتظر إيقاف إطلاق النار ولا زال يواصل عملياته الإنسانية. الأسبوع الماضي وزع أكثر من 800 ألف طن في هذا الشيء. صحيح. بالنسبة لدائما الجهود التي يقوم بها حمدوك في خضم كل هذا، تحدث حمدوك عن نقطة أنه لا يوجد، لن يكون حل السودان بالحل العسكري، لكن الخيار السياسي أيضا والمدني لا يبدو أنه يسمع حاليا، على الأقل كما شرحت أنه البداية كانت مع قوات الدعم السريع، لكن التحدي الآن في التفاوض مع الجيش مع البرهان. أنا بعتقد القوى المدنية عليها العودة إلى منصة التأسيس في اللي هي ديسمبر 2018 عند قيام ثورة ديسمبر المجيدة والتوقيع على إعلان الحرية والتغيير. أكثر من 86 حزبا وأجساما مدنية وقعت على هذا إعلان الحرية والتغيير، والذي شكل أكبر كتلة مدنية في السودان وقاد الثورة وانضم إليها الجيش كذلك وأطاح بالبشير. الآن نجد الصراعات والانشقاقات الكبرى أكثر ما بين تقدم والجيش ما بين فصائلها الأخرى التي كانت منضوية تحتها، مثل الحزب الشيوعي. يعني مثلا الحزب الشيوعي السوداني وصف اتفاق تقدم مع الدعم السريع هو إعادة إنتاج للأزمة القديمة وعودة العسكر مرة أخرى إلى السلطة، وهو قال بالنص يعيد اتفاق شراكة الدم. نعم. إذن هذا التشظي يجب أن ينتهي. يعني لا نقول لكن من أن تكون سيصنع كل الاختراق هنا؟ السياسية ما الذي واضحة؟ سيصنع الاختراق يا سيد عطاف؟ هو هذا الجهد الداخلي أم ضغط خارجي؟ الإرادة السياسية يا أستاذة، الإرادة السياسية هي التي تقيب الآن من الجميع، الإرادة السياسية الحقيقية التي تضع الوطن نصب أعينها وتجعل الوطن هو الاحتكام والنبراس الذي نمضي عليه، ليست الأجندة الحزبية الضيقة أو المصالح الشخصية الضيقة أو مصالح المحاور. الضغط الخارجي يأتي مثلا في تذليل المساعدات الإنسانية أو إيقاف إطلاق النار، لكن الصراع السياسي المحتقن ما بين القوى السياسية الوطنية هو الذي أدى إلى هذا التشظي، وهو كل منهم يريد الاستئثار بالسلطة وعدم الوصول إلى انتخابات. فهذا أمر يعني خطير، هو الذي أطاح بالسودان وجعلنا الآن نجل الخلافات العسكرية والصراعات العسكرية من أجل الوصول أيضا إلى الكرسي. أكثر من 10 مليون نازح ولاجئ سوداني، 25 مليون سوداني يحتاجون الآن للغذاء وللماء، الأمراض المتفشية، الجوع، يعني الآن للأسف المجاعة ظهرت في معسكرات كلمة وبدت تظهر الآن في شرق النيل. قبل أن أدخل إليك الآن في الاستوديو هناك أخبار في صحيفتنا يعني أن المواطنون هنالك يعانون من الجوع لأنهم فقط يعتمدون على التمويلات أو التحويلات البنكية. نعم. التي تأتي من أقاربهم في الخارج أو داخل السودان. انقطعت هذه الأمور والآن يعيشون في يختاتون. يعني للأسف على الجميع الآن النظر إلى الوطن بعين الإرادة السياسية الحقيقية وليس المفاوضات التي لا تؤتي أكلها. نعم سيد عطاف محمد مختار رئيس تحرير صحيفة السوداني، شكرا لك على مشاركتنا النقاش.